فطارنا اليوم رح يكون صحي باستخدامه لفيليبس اير فراير اكس اكس ال بريميوم، 200 جرام من الروبيان المنظف، كاسة من فتات الخبز، نص كاسة من جوز الهند، حبتين من البيض، ملح على الروبيان، فلفل اسود، نص كاسة من الطحين مع معلقة صغيرة من الثوم المجفف، طحين بالبيض، فتات الخبز مع جوز الهند. الروبيان صار جاهز، حرارة 200، الوقت 7 دقايق وبس، نضغط كريسبي، طيب، سهل التحضير وصحي. حضر كمان مشروب طيب بهاي سبيد بلندر من فيليبس، روب، مي باردة، عصير برتقال.